الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت نشرت من الميدان من تلفزيون المستقبل. نبدأ بالعناوين. جبهة النصرة تنشر شريطا تحذيريا جديدا، وأهالي العسكريين يواصلون قطع الطرقات قلقين على مصير أبنائهم. جئتكم حاملا هموم بلدي لبنان. سلام يدعو المجتمع الدولي إلى تحييد لبنان عن الصراعات، ومجموعة الدعم الدولية تحث اللبنانيين على انتخاب رئيس. التحالف يشن 240 غارة على مواقع داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة. في النشرة تتابعون في الرياضة. ترشيح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم نفسه عن عمر يناهز 78 لولاية ثالثة على رأس الفيفا. ملف العسكريين المخطوفين لا يزال يتصدر الأحداث والمواقف. فمن نيويورك أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن ليس بين خيارات لبنان سوى التمسك بثوابته المتمثلة بتحرير العسكريين وحفظ هيبة الدولة وحماية أمنها وسيادة أراضيها. وفي دهر البيدر والقلمون وترشيش، أهالي العسكريين يواصلون اعتصاماتهم قاطعين الطرقات ومطالبين بالإفراج عن أبنائهم بغض النظر عن الطريقة المتبعة. بالمقابل تواصل جبهة النصرة حربها النفسية في هذه القضية، وهي قد نشرت اليوم فيلما على تويتر تحت عنوان لبنان الهيبة المزعومة، هاجمت فيه الدولة اللبنانية على تأخرها في المفاوضات لإطلاق الجنود المخطوفين، مهددة بأن أي حسم عسكري للجيش اللبناني في عرسال سيدفع ثمنه العسكريون المخطوفون. الشريط الجديد لجبهة النصرة لبنان الهيبة المزعومة هو عنوان الفيديو الجديد الذي نشرته جبهة النصرة على موقعها على تويتر من ضمن سلسلة من سيدفع الثمن التي أطلقتها بعد اختطاف العسكريين اللبنانيين. الفيديو حمل تهديدا صريحا من جبهة النصرة على لسان العسكري المخطوف علي البزال الذي ظهر في الفيديو قائلا إن أي خطوة عسكرية يقوم بها الجيش اللبناني بهدف الحسم العسكري في عرسال سيدفع الجنود ثمنها. وناشد البزال أهله قطع كل الطرقات وعدم الخروج منها، داعيا إياهم للضغط على الدولة للتفاوض مع الجبهة وتنفيذ مطالبها، كما شدد على وجوب عدم التعرض لأي لاجئ سوري في لبنان. الفيديو ومدته 19 دقيقة عرض لأبرز حالات التفاوض بين دول عديدة كمالي والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وجماعات إسلامية من جهة ثانية، وشدد الفيديو على أن الرافض الحقيقي للمفاوضات هو حزب الله الذي ابتكر أكذوبة جديدة هي هيبة الدولة ورفض التفاوض مع الإرهاب. وسأل فيديو جبهة النصرة أين هي هذه الهيبة المزعومة والدولة والحكومة لا قرار لها إلا ما يمليه عليها حزب إيران. واعتبرت النصرة أن الحكومة اللبنانية تقوم بتمييع المفاوضات بل وعرقلتها، متذرعة بما يسمى هيبة الدولة امتثالا لإرادة حزب إيران غير مبالية بأرواح جنودها الأسرى. الشريط الجديد لجبهة النصرة تلقفه الأهالي مجددا بقلق على مصير أبنائهم. ففي دهر البيدر تجمعوا لليوم الرابع على التوالي قاطعين الطريق بالكامل ومؤكدين بأنهم لن يخلوها حتى تحضر خلية الأزمة الحكومية وتستمع إلى مطالبهم وتستجيب لها. كما قطع أهالي العسكريين طريق ترشيش زحل بالإطارات المشتعلة وطريق القلمون طرابلس بالاتجاهين. للاطلاع على أجواء دهر البيدر اليوم ننتقل مباشرة إلى هناك مع مراسلتنا مها ظاهر. مها، ما هي الأجواء عندك؟ نعم لينا، لا شيء جديد يعني أو خبر جديد يفرح قلوب الأهالي وبالتالي يدعوهم إلى فتح هذه الطريق التي يفترشونها بالخيم ليل نهار عند ظهر البيدر منذ 4 أيام، وهم مصرون على هذه الخطوات ليثما يأتيهم أحد بأي جديد. علمنا منذ قليل بأن وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي كان دعا بالأمس باسم النائب وليد جنبلاط إلى المقايضة سيصل بعد قليل إلى هنا آتيا من بلدة شبعة، علّه يحمل إلى هؤلاء خبرا جديدا يفرح قلوبهم أو على الأقل أي خطوات تنفيذية فيما خص موضوع المقايضة الذي كان تحدث عنه بالأمس. الأهالي هم غاضبون، هم يشعرون بأن الحكومة تركتهم لمصيرهم وتركت أولادهم لمصيرهم. هم يتحدثون على الأقل عن خلية الأزمة أن تأتي إلى هنا للاستماع إلى ما لديهم أو حتى تعطيهم أي معلومات لديها أو أي معطيات لديها حول موضوع التفاوض
التعود أو مصير أبنائهم. على كل حال أفضل من يتحدث عن هذه الأمور هم أهالي العسكريين المخطوفين الذين سنتحدث سريعا إلى عدد منهم. تفضل عارف عن حالك. أنا حسين جابر، عندي ابن خيي وابن أختي. نعم. ميمون جابر ونايب وقلفوني. نعم. أنا بس بدي أقول كلمتين مش هطول عليكم، بدي أقول يلي اليوم اسمه بالاسم دولة، اليوم كل الشعب اللبناني ونحن معش إنه ثقة نوظف أولادنا بالدولة ولا بقوانا الداخلي ولا بالجيش، لأنه بكرة مثل ما هودي صاروا بصيروا هنو. لح بوجه كلمة بس للأستاذ نبيه بري، بدي أقول له للي عطول في عندك قطب مخفية أنت وليد بايك، نتأمل منك بأسرع وقت ممكن هالموضوع ينحل، بهالموضوع ينحل نهائيا، لأنه بعدين لح تصير الشغلة غير شكل. نحن هون كله مع بعضنا، بعدين أنتوا بتفرقونا عن بعضنا إذا بصير شيء بيناتنا. أنا بيو لروات بدور همايم بدي أحكي كلمتين لأنه تعبنا من الحكي. كل وزير أبدوش المقايضة هو متآمر على أهل عرسيل. أنا عم بحكي من ظهر البيدر، نحن مع أهل عرسيل علنين. والسلام عليكم. شكرا. تفضل بيولا محمد يوسف. بيولا محمد يوسف، نعم. أنا بصراحة يعني ما عادش نعرف شو بدنا نحكي، لأنه اللي من بيحمل طفل بيو صلوا شهرين تيركو شيء طبيعي، ما عادش عارف شو بدي أحكي. بس اللي بدي أفهم شغلي أنا شو بيعني لي بأمريكا وبنيويورك وبمجلس الأمن وبالجمعية العمومية للأمم المتحدة. نحن عنا قضية بلبنان، قضية إنسانية فيها معلقة فيها 30 روح على الأقل. هني ليش اذا وزير بالحكومه موقع بيفشل القرار تبعهم؟ نحن 30 اسير عندنا، مسالين عن اسير منهم والله عيب عليهم. هذا الطفل اللي صار عمره 4 أشهر ما حلوا نزوقه بس كرماله، عم بيقولوا عم نشتغل، وين الشغل؟ نحن ما ناطرين خليه الازمه تيجي تضحك علينا بكلمتين، ناطرين خليه الازمه تيجي تاكد لنا انه في شيء معطيات على الارض لمسناها وتاكد لنا. معلش نحن منا شعب غبي، نحن بنفهم وبنعرف شو معنات السياسه. حاجه يضحكوا علينا وحاجه بقى يتخبوا وراء اصابعهم كلهم سوا. أنا مرته لميمون جابر، بدي خلها للدولة ما عادش تضحك علينا وما عادش تتباطأ بهالموضوع، هي قضية إنسانية، جوزي ما كان عم يشم الهواء بعرسال، جوزي كان عم يحميكم وأنتم قاعدين ببيوتكم، حرام عليكم، جبهة النصرة شفقت علينا وقاعدين على الطرقات إنه 4 أيام والدولة مش سألاني عنا، تركين بيتنا وأولادنا وقاعدين على الطرقات، جبهة النصرة خلتني أسمع صوت جوزي وطمنت لنا قلبنا وقلب أمه وقلب ابنه وأهله كلهم وهن مش شفقانين علينا ولا زعلانين عنا، نحن ما عادش فينا نتحمل أبدا. وبدي اقول له للوزير او اي مسؤول بالحكومه ما بده يقايد يتفضل يروح يحط ابنه محل ما هو جوزي ساعتها ما عادش تفرق معه لا هي بالدوله ولا كرامته. شكرا. ابدا. اذا هي يعني هذا جزء من بعض ما يود الاهالي قوله لو سمحت بسرعه. انا خيي العباس مشاك. نعم. نحن مستمرين بتسكير الطريق، نحن بنضلنا مسكرين الطريق وفي تسيد اكبر من هيك لحتى تنزل الدوله كلها سوا على الارض ساعتها بيحسوا الدوله. شكرا. اذا يعني هذا جزء مما استمعنا اليه من الاهالي، هم غاضبون كما ذكرت لنا، هم يريدون اي خطوات تنفيذيه، يعتبرون بأن أولادهم تحت تهديد السكين وتحت تهديد الرصاص. قطعوا الطرقات، هذه الطريق ستبقى مقطوعة إضافة إلى طرقات أخرى كما سمعتم سيهددون بقطعها. على كل حال تفاصيل أكثر في هذا التقرير، وأود أن أذكر لنا بأن الوزير وائل أبو فعور سيحضر إلى هنا بعد قليل وسنكون معكم في نقل مباشر لما سيقوله الوزير أو ما يحمله الوزير وائل أبو فعور للأهالي لنا. ألقى مضمون شريط الفيديو الذي نشرته جبهة النصرة هذا الصباح بظله على تحرك أهالي العسكريين المخطوفين، فعند ظهر البيدر وصل الأهالي قطع الطريق الدولية بالاتجاهين مطالبين الدولة بالعمل على إطلاق سراح أبنائهم بغض النظر عن الوسيلة المعتمدة. ما رح نترك الشارع ولا رح نترك، في عنا تصعيد أكتر وأكتر وأكتر. نحن دولة شو بدها تعمل، نحن بدنا أولادنا أول على آخر، نحن بدنا أولادنا. لم يكلف وزير واحد نفسه أن يأتي إلينا ويضعنا بما آلت إليه المفاوضات حتى ترتاح أمهات العسكريين. كل يوم يبعثونا بدو يهددوا فلان بدو يذبحوا فليتين، نحن عايشين على أعصابنا، صارنا شهرين عايشين على أعصابنا، الدولة مش عارفة تسيب معنا، بنا ابننا بنا 24 ساعة، هذا مش هتعطينا قرار دولي نحن بدنا نتصرف. وفي القلمون تكرر مشهد قطع الطريق من قبل الأهالي على الأوتوستراد الشمالي بالاتجاهين وتم تحويل السير إلى الطريق البحرية. ما عم يعطونا أولادنا، ما عم يتحركوا كرمال أولادنا. ولادنا ولاد الدولة، لازم هن الدولة هي مكفلة فيهم، لازم هي تجيبهم. الجيش هو ضمانة السلم الأهلي، طيب الجيش ضمانة السلم الأهلي والجيش مخطوف، وين ضمانة السلم الأهلي؟ مخطوفة؟
مين بده يضمن السلم الأهلي بعد؟ كما قطع أهالي العسكريين طريق ترشيش زحل بالقرب من مفرق سنين بالإطارات المشتعلة بشكل متقطع. في طرية في منزل والد الشهيد محمد معروف حمي الذي قتل على يد جبهة النصرة عقد لقاء روحي إسلامي مسيحي شدد على أهمية التصدي لكل محاولة التفرقة. عقد في منزل والد الشهيد محمد معروف حمي الذي قتل على يد جبهة النصرة في سهل طرية في بعلبك لقاء روحي إسلامي مسيحي. اللقاء كان مناسبا للتأكيد على أهمية التضامن بين مختلف الطوائف اللبنانية خصوصا في ظل الأوضاع الأمنية التي يمر بها لبنان. أما والد الشهيد حمي فشكر كل الذين قدموا التعازي بوفاة نجله من رؤساء ووزراء ورجال دين وأحزاب ومواطنين من شمال لبنان إلى جنوبه وبقاعه وجبله. أهل السنة أخوتني وروحني ونحن هاون أهل بمنطقة وحدة ما حدا بيفرق حدا بأي تمن. ونرجع نقول لأخوتنا السوريين ما حدا بيتعرض إلهم بأي أشي لأنه أهل عامل جاي العالم تسترزق ما أنا جاي تقاتل اللي عم يقاتل مبين واللي جاي يسترزق مبين. وتمنى والد الشهيد حمية أن يكون الشهداء الذين سقطوا من علي السيد العباس مدلج إلى الشهيد الجمل وحرب وحمية فداء عن رفاقهم المخطوفين وكل الوطن. في نيويورك أكدت مجموعة الدعم الدولي عقب اجتماعها على ضرورة تحييد لبنان عن الصراع في سوريا ودعت القيادات اللبنانية إلى انتخاب رئيس للجمهورية دون تأخير. دعم لبنان لمواجهة أزمة النزوح السوري كانت عنوان الاجتماع الذي عقدته المجموعة الدولية لدعم لبنان برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وممثلي الدول الأعضاء في المجموعة، إلا أن شأني السياسة والأمن في لبنان تصدرا مواقف المجتمعين إذ شددوا على أهمية استمرارية مؤسسات الدولة معربين عن قلقهم العميق من الشغور في منصب رئاسة الجمهورية ودعوا القيادات اللبنانية إلى الإسراع في انتخاب رئيس. المجتمعون انكروا الاعتداءات والأعمال الإرهابية وعمليات خطف الرهائن والاغتيالات الوحشية التي تقترفها المجموعات المتطرفة مطالبين لبنان باعتماد سياسة النأي بالنفس والالتزام بإعلان بعبدة. الاجتماع أشاد بأداء الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية مرحبا بتقديم كل مساعدة لها. الأمم المتحدة ستواصل القيام بدورها من خلال تقديم الدعم لخطة التنمية الخمسية للجيش والحوار الاستراتيجي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وما دامت المنطقة مشتعلة والحرب مستمرة في سوريا يجب احترام حقوق اللاجئين وسلامتهم في لبنان وفقا للمعايير الإنسانية الدولية، ولا سيما أن الضغوط على لبنان هائلة والعبء الذي تحمله يجب أن يكون مشتركا مع المجتمع الدولي. أما في موضوع النازحين السوريين فأشار المجتمعون بقلق إلى ارتفاع أعدادهم والتوترات في بعض المجتمعات المضيفة لهم. إن مشكلة النازحين السوريين تشكل ضغطا كبيرا وكارثة وطنية بكل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخطرة، ويجب ألا تكون مشكلة لبنانية بحتة، إنها أزمة إقليمية كبرى موضوعة برسم المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحمل مع لبنان هذا العبء الهائل الذي لا طاقة لأي دولة مهما كان حجمها على تحمله وحدها، ويجب اتخاذ تدابير تقلل من الضغط والأخطار التي تواجه لبنان جراء النزوح السوري. المجتمعون رحبوا باحتمال اجتماعات مستقبلية للمجموعة تضم مشاركة أوسع وبالاجتماع المزمع عقده في برلين بمبادرة من الحكومة الألمانية بتاريخ 28 تشرين الأول مباشرة قبل المؤتمر الدولي. وفي إطار لقاءاته مع عدد من الرؤساء والمسؤولين اجتمع الرئيس سلام مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بحضور وزير الخارجية جبران باسيل وأعضاء الوفدين اللبناني والإيراني، وجرى عرض للعلاقات اللبنانية الإيرانية وآخر التطورات في لبنان والمنطقة. سلام كان ألقى كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 69 في نيويورك عارضا تداعيات الحرب في سوريا وانعكاساتها الخطرة على لبنان. حاملا هموم لبنان الواقع في قلب منطقة تشهد أحداثا هائلة والذي يتعرض لهجمة إرهابية شرسة من قبل مجموعات إجرامية ظلمية، ألقى رئيس الحكومة تمام سلام كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك متطرقا إلى الاعتداءات الإرهابية الأخيرة وخطف العسكريين. ليس بين خياراتنا في هذه القضية خيار التراجع عن أي من ثوابتنا المتمثلة بتحرير العسكريين وحفظ هيبة الدولة
وحماية أمنها وسيادة أراضيها. وتسعى حكومتنا إلى حشد الدعم اللازم لهذه القوات لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه. وثمن سلام الهبة التي قدمتها المملكة العربية السعودية منوها بمجموعة الدعم الدولية للبنان، كما شدد على أهمية التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، مرحبا بالقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الخصوص، وداعيا إلى صون لبنان وإبعاده عن صراعات المحاور ومده بأسباب القوة. إن معركتنا مع الإرهاب ليست مستجدة، فقد عانى لبنان على مدى سنوات من إرهاب الجريمة السياسية التي استهدفت عددا من قادته ومسؤوليه السياسيين، وفي مقدمهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورجال إعلام وفكر. إننا نتابع عمل المحكمة الخاصة بلبنان ونتطلع إلى التوصل للحقيقة وتحقيق العدالة بما يسمح بإنصاف الضحايا وبلسمة الجراح وردع المجرمين. سلام كرر حرص لبنان على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وتمسكه بسياسة النأي بالنفس. وحضر ملف النازحين السوريين إلى لبنان بقوة في كلمته، وأعباء هذا الواقع على الدولة اللبنانية واصفا إياه بالكارثة. إن مشكلة النازحين السوريين بكل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخطرة ليست ويجب ألا تكون مشكلة لبنانية بحتة، إنها أزمة إقليمية كبرى موضوعة برسم المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحمل مع لبنان هذا العبء الهائل الذي لا طاقة لأي دولة مهما كان حجمها على تحمله وحدها. وأكد سلام ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأنني أنتهز هذه الفرصة لأجدد أمامكم اليوم تأكيد الحكومة اللبنانية على ضرورة انتخاب رئيس مسيحي جديد للجمهورية في أسرع وقت. كما أكد سلام الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 بكافة مندرجاته، منوها بدور اليونيفيل وحق لبنان الكامل في مياهه وثروته الطبيعية من نفط وغاز في منطقته الاقتصادية الخالصة، مشيرا إلى أن لبنان يعتبر إسرائيل مسؤولة عن إفشال جميع المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية. أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن وزارته ستنشئ مخيمات للنازحين حتى ولم يوافق الجميع عليها. ولدى سؤاله عن معنى هذا الموقف قال المشنوق لصحيفة المستقبل: لابد من إخراج النازحين السوريين من عرسال، نريد حماية هذه البلدة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين. أضاف إنه لهذه الغاية سأتواصل مع حزب الله وأقول كلاما جديا في هذا الخصوص من أجل حماية لبنان واللبنانيين. بعد الفاصل تتابعون. كيري يؤكد أن الحرب ضد داعش لا تسهم في إبقاء الأسد. أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت بالتعاون مع حلفائها أكثر من 240 غارة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، فيما توسع التحالف ليشمل دولا غربية جديدة. هذا وجدد التحالف غاراته على ريف الحسكة ومواقع في مدينة الميادين. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة في غارة استهدفت دراجة نارية كان يستقلها في الريف الغربي لدير الزور. سلسلة غارات جوية جديدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة التحالف الدولي ضد المتشددين. عشرات الانفجارات دوت في حلب مسببة بنشوب حريق ضخم في مواقع يتحصن فيها مقاتلو داعش، بالإضافة إلى غارات على محافظة الرقة معقل الدولة الإسلامية استهدف بعضها مطار الطبق العسكري ومعسكر الطلائع ومحيطه جنوب الرقة، أسفرت عن سقوط قتل وجرحى، فيما شنت غارات أخرى على مواقع عسكرية يسيطر عليها تنظيم الدولة شرق سوريا مستهدفة موقع فوج الملبية في ريف الحسكة ومدينة الميادين في دير الزور، بعد ضربها منشآت نفطية شرق البلاد أيضا ومواقع أخرى غرب العراق. تزامنا لا يزال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ينمو، فبعد أسبوعين فقط من تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن تقود بلاده تحالفا واسعا لدحر هذا التهديد الإرهابي
الإرهابي الذي تمثله داعش، انضمت أكثر من 50 دولة حتى الآن لدعم القتال. المنضمون الجدد إلى التحالف هم بلجيكا والدنمارك وبريطانيا، الذين سيرسلون طائرات مقاتلة إلى العراق الذي تسهم حكومته الوطنية في الحملة العسكرية ضد داعش. إلى ذلك أعلن البنتاغون أن قواته شنت بالتعاون مع حلفائها أكثر من 240 غارة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارتن ديمبسي إن بلاده أرسلت طاقما من الخبراء إلى السعودية لدراسة سبل البدء بتدريب المعارضة السورية المعتدلة على السلاح هناك. من جانبه شدد ديمبسي على أن الغارات عوقت مراكز القيادة والسيطرة وخطوط الإمداد للتنظيم المتشدد، لافتا إلى الحاجة إلى ما بين 12 ألف مقاتل و15 ألفا من المعارضة المعتدلة للسيطرة على الأراضي التي يخسرها تنظيم داعش شرق سوريا. أكد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش المتطرف لا تسهم في بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم. وأوضح كيري في لقاء صحفي أن بلاده ليست في الجانب نفسه الذي يقف فيه الأسد، إذ إنه العامل الذي اجتذب مقاتلين أجانب من عشرات البلدان للقتال مع تنظيم داعش. وكرر كيري أن الأسد فقد منذ وقت طويل كل شرعية للبقاء في الحكم. طلب وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف بأن يكون وفقا للقانون الدولي أي استخدام للقوة ضد التهديدات الإرهابية. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتبر لافروف أن استثناء سوريا من القتال على أراضيها لا يخالف القانون الدولي فحسب، لكنه يقوض فعالية هذا المسعى. أفاد مركز حماة الإعلامي عن قصف بغاز الكلور السام على مدينة مورك في ريف حماة وسط اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وعناصر حزب الله اللبناني على الجهتين الغربية والجنوبية للمدينة، فيما استهدف الثوار نقاط تمركز شبيحة النظام في النقطة السادسة بقذائف مدفعية مما أدى إلى مقتل عدد منهم. تزامنا قصفت مروحيات الأسد بالبراميل المتفجرة مدينة الرستن في ريف حمص وسط قصف جوي تتعرض له مدينة محسن ومحيط بلدتي الجنينة والجيعة في ريف دير الزور. هذا وسقط صاروخ في محيط سجن المز في دمشق في ظل قصف مدفعي عنيف على حي جوبر، كما استهدفت غارة جوية من طيران الأسد بلدة الهبيط في ريف إدلب. وقع قادة أكثر من 20 فصيلا سوريا معارضا اتفاقا لتوحيد صفوفهم في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وقوات النظام معا. الاتفاق الذي وصف بالتاريخي توج اجتماعا عقد في تركيا بتنسيق مشترك بين لجنة العلاقات الخارجية في المجلس النيابي الأمريكي والمنظمة السورية للطوارئ. وبموجب الاتفاق وافق لواء المجلس العسكري الأعلى للثورة السورية على تشكيل تحالف واسع يضم أيضا المجلس العسكري السرياني. بعد الفاصل، مقتل بطل فانكوفر في الكيك بوكسينج اللبناني علاء الدين رمضان. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان تابعتم فيها. جبهة النصرة تنشر شريطا تحذيريا جديدا، وأهالي العسكريين يواصلون قطع الطرقات قلقين على مصير أبنائهم. سلام يدعو المجتمع الدولي إلى تحييد لبنان عن الصراعات، ومجموعة الدعم الدولية تحث اللبنانيين على انتخاب رئيس. التحالف يشن 240 غارة على مواقع داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة. رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر أن هناك تقدما كبيرا حصل بشأن تشريع الضرورة، وقال في حديث لبرنامج كلام بيروت إن اجتماع هيئة مكتب المجلس المتوقع في الأيام المقبلة سيفتح قنوات التواصل من أجل التفاهم على أمور عدة. بدك تتركي مجال بهالظرف هيدا أنه نوصل على هيئة المكتب ويصير النقاش هناك والخلاف وغيره، فبدك تهيئ الجو حتى يجي اجتماع هيئة المكتب، يعني تتويج للتوافق، تتويج ومريح وكذا. وايضا انا برايي يعني جيد انه يصير فيها الحوار، لانه عم يفتح قنوات التواصل اللي عم بيصير جيد. ليش؟ اول شيء اتفقنا او اتفقوا الكل على مبدا انه تشريع الضروره مهم ويجب ان نسير به، ونرى ان نعطل البلد ونؤدي بالبلد الى يعني اماكن صعب يرجع منها. وتاني شيء مبدأ أنه التواصل التفاهمات عم بتصير بشكل جيد،
وهذا كتير بيساعد انه مثلا مجلس الوزراء يكون منتج اكتر ونقدر ناخذ قرارات أساسية نحن بحاجة لها، لأنه التفاهم بمكان أيضا بيساعد على التفاهمات بأماكن أخرى. نعم. فإن شاء الله يعني هذه المسيرة اللي عم نمشي فيها تستكمل إلى تواصل أكثر وإلى تفاهمات أكثر. الشاب اللبناني الكندي علاء الدين رمضان ضحية جديدة تنضم إلى قافلة ضحايا الاغتراب اللبناني. هو الشاب علاء الدين رمضان البالغ من العمر 21 عاما بطل فانكوفر في الكيك بوكسينج وقد قتل على أيدي العصابات في كندا. فمساء الأربعاء وقرابة الساعة 10:30 عثر على جثة رمضان بالقرب من سيارته، وبحسب ما أفاد شهود عيان في المنطقة فقد شوهد 3 رجال يفرون من أحد أحياء بورنابي في كندا بعد سماع 3 طلقات نارية في المنطقة. أقارب القتيل رجحوا أن يكون الشاب قد قتل بدافع منعه من الفوز بلقب البطولة بعد أن كانت كل المؤشرات تدل على أنه سيحرز اللقب. وقد عملت القوى الأمنية على عزل ساحة الجريمة وفتحت تحقيقا بالحادث، فيما أشارت المعلومات إلى أن السلطات الكندية أوقفت إيرانيين مشتبه بهم بجرم القتل عمدا. من هذا الخبر المحزن إلى خبر مفرح، فبعد ساعات قليلة يبدأ زفاف الموسم الذي سيقام في مدينة البندقية الإيطالية للممثل الأمريكي جورج كلوني والمحامية اللبنانية أمل عالم الدين. تفاصيل التحضيرات لهذا الزفاف في التقرير التالي. تترقب مدينة البندقية الإيطالية الزواج الحدث وتتحضر لأحد أشهر الأعراس في عالم هوليود، حيث ستقام مراسم زواج الممثل العالمي جورج كلوني الذي يوصف بالعازب الأشهر من المحامية اللبنانية البريطانية أمل عالم الدين. عرس الموسم سيستمر على مدى 3 أيام، يبدأ مساء اليوم وينتهي الثلاثاء المقبل. مراسم الحفل ستقام في فندق أمان كانال جراند فينيس الذي بني في عصر النهضة وهو من أغلى الفنادق في العالم، وقد أحاطته بلدية المدينة منذ يوم الجمعة بإشارات تدل على منع الاضطراب مشيا من الفندق لمسافة 50 مترا تقريبا. وأعلنت الشرطة الإيطالية في مدينة فينيس عن إغلاق الممر المطل على قناة جراند المؤدي إلى قصر كافالي الذي سيشهد عقد القران. وقالت مصادر الشرطة الإيطالية أن هذا الإغلاق يأتي للحفاظ على سلامة الجمهور العريض الذي من المتوقع أن يحتشد أمامه لمشاهدة المراسم. وبحسب المعلومات فإن عدد المدعوين يبلغ قرابة 70 شخصا، ومن المتوقع أن يكون أبرزهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعقيلته، إضافة إلى أشهر الممثلين والمخرجين والفنانين العالميين الذين بدأوا بالوصول، ومنهم براد بيت وأنجلينا جولي وساندرا بولوك. وفيما يتعلق بقائمة الطعام فستجمع بين المأكولات الإيطالية واللبنانية، وقد استقدم طباخ خاص وفريقه من بيروت لإعداد الطعام اللبناني، كما رصد كلوني لزفافه ميزانية كبيرة. وأكدت مصادر مطلعة أن العروس سوف ترتدي فستان زفاف من تصميم دار أزياء ألكسندر ماكوين، وهي الدار التي صممت فستان زفاف دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، فيما من المرجح أن يرتدي العريس بدلة من تصميم جورجيو أرماني. ومن المتوقع أن يغني في حفل الزفاف التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي والمغنية الأمريكية لانا ديل ري التي تعتبر من أغلى المغنيات أجرا والتي تعتبر أيضا من أهم معجبات أمل. ونشر عدد من المواقع الإلكترونية أن كلوني سيقيم في فندق سيبريانا الذي تأسست غرف نومه على الطريقة المعاصرة وصممت أثاث وأكسسوارات الغرف من الحرير الطبيعي. ماذا لو انتقلت شخصيات ديزني الكرتونية الشهيرة من عالمها لتواجه ظروف عالمنا القاتمة؟ الصور ذاتها والمشاكل هي في كافة دول العالم، مشاكل أصبحت تشكل كابوسا لسكان العالم أجمع. فماذا لو انتقلت شخصيات ديزني الكرتونية الشهيرة من عالمها لتواجه ظروف عالمنا القاتمة؟ عندها هل ستبقى ديزني على شعارها الشهير عندما تصبح الأحلام حقيقة؟ لنشاهد بعضا من شخصيات ديزني التي وضعها فنان الرسوم المتحركة جيف كونغ في مواجهة مع مشاكل العصر. آريال صاحبة الصوت العذب لعلها ضاقت ذرعا من التلوث الذي يصيب المحيطات والبحار، فيما مولان قد يكون همها الوحيد التأقلم مع الهواء الملوث في شوارع الصين. أما بل التي تتميز بذكاء خاص وخيال واسع وجمال مبهر لن تقاوم موضة العصر ألا وهي عمليات التجميل.
cherry tart, custard, pineapple, roast turkey, goodness. ولعل قارورات أليس التي رافقتها إلى عالمها الخيالي ستحولها إلى مدمنة للهيروين عندما تعود من بلاد العجائب. فيما ساندريلا لن تجد أميرها ولا عربتها لتقلها، بل ستبقى وحيدة تحت رحمة الشارع الذي لا يرحم. هذه غابة ويني ذا بو في عالمنا، حيث الأشجار تقطع عشوائيا، وهنا روبن هود الذي يعرف بمناصرته المظلومين في حال دفاع عن الحريات والحقوق وفي خصام مع الأسياد الذين يستخدمون السلطة بطريقة غير شرعية. You know something, Robin, I was just wondering, are we good guys or bad guys? You know, I mean, are Robin the rich to feed the poor? Rob? That's a naughty word. We never rob. We just sort of borrow a bit from those who can afford it. أما ريمي من فيلم راتاتوي وبامبي ودومبو وكلاب الدالميشنز والأسد سيمبا فوقعوا جميعهم تحت رحمة الظلم البشري. هي إذن بيئات لا يمكن لشخصيات ديزني الارتباط بها، ولو فعلت لكانت حولت أحلام ملايين الأطفال حول العالم إلى كوابيس. نشرتنا مستمرة، تتابعونا بعد الفاصل. تأجيل الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى تشرين الثاني. مجددا أهلا بكم. تستمر مجموعات مسلحة من الحوثيين في تنفيذ مداهمات ممنهجة في العاصمة اليمنية صنعاء، وقد هاجمت منزل رئيس جهاز الأمن القومي في حدا واشتبكت مع حراسه، فيما تذهب أدراج الرياح مناشدات الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي للالتزام باتفاق الشراكة، بما يهدد بتفاقم صراع مذهبي طائفي في صنعاء. صنعاء ترزح تحت ضغط جماعة الحوثي ولا ما يشير إلى الالتزام باتفاق الشراكة الموقع مع الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي الأحد الماضي. فجرا هاجمت مجموعات مسلحة من الحوثيين منزل رئيس جهاز الأمن القومي في حدة جنوب غربي صنعاء، فاندلعت اشتباكات أدت إلى سقوط قتيل من الحوثيين وجرحى بين الجانبين. كما أن المناطق المحيطة بمنزل الرئيس هادي في شارع 60 لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، فيما انتقل الرئيس إلى دار الرئاسة في شارع 70. وكان مصدر حكومي كشف أن جهاز الأمن القومي اتفق مع الحوثيين على إطلاق سراح متهمين من الجماعة معتقلين بتهمة التورط في محاولة تهريب أسلحة إيرانية قبل نحو عامين، إضافة إلى معتقلين آخرين متهمين في قضايا تجسس لصالح إيران. صنعاء الغارقة في القلق والفوضى تعيش أيضا توترا من جراء المداهمات الممنهجة لجماعة الحوثي، ومنها مداهمة المكتبة الصوفية ومصادرة مخطوطات منها. كما يسير المسلحون الحوثيون دوريات في العديد من القطاعات الشمالية من صنعاء، حيث توجد غالبية المقرات الرسمية والوزارات، ويستمر المسلحون في اقتحام المنازل والمحلات التجارية وقنوات إعلامية ونهب محتوياتها بحسب تقارير لمنظمات حقوقية. وأفادت هذه التقارير بأن مئات المنازل والشركات التابعة لقيادات وشخصيات مناهضة للرئيس السابق علي عبد الله صالح تعرضت للنهب. ويرى مراقبون أن في ذلك مؤشرا جديدا على تفاقم صراع مذهبي طائفي في صنعاء لم يشهده اليمن في تاريخه. عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن اعتقاده بأن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة ليس مكتوبا لها أن تكون سيئة إلى الأبد. وفي مؤتمر صحفي بعد المفاوضات النووية مع الدول الست الكبرى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، حذر روحاني من نفاذ الوقت للتوصل إلى اتفاق دائم مع الدول الغربية بشأن برنامج بلاده النووي، كاشفا أن هذه المفاوضات حققت تقدما بطيئا جدا. إيران هيچگاه دست از فعالیت صلح ایران لن تقبل ابدا اتفاقا يجبرها على التخلي عن تخصيب اليورانيوم، ولن تتخلى عن حقها المشروع في السعي الى امتلاك التقنيه النوويه السلميه. يجب على الغرب اذابه العقوبات المفروضه على ايران. كانت هناك خطوات الى الامام ولكنها لم تكن خطوات مهمه، لذلك يجب على كل جانب ان يتحلى بالشجاعه وبالاراده الجاده. احتجت الولايات المتحدة على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من على منصة الأمم المتحدة، والتي طالب فيها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين،
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جينيفر بساكي أن خطاب الرئيس الفلسطيني تضمن توصيفات مهينة ومخيبة للأمال، متحدثة أيضا عن تصريحات استفزازية. وكان عباس أعلن أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن محادثات السلام مع إسرائيل لا قيمة لها ما لم يكن الهدف هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في إطار جدول زمني صارم، مؤكدا أنه آن لهذا الاحتلال الاستيطاني أن ينتهي. أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 29 من تشرين الثاني حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية السابق حبيب العدلي في محاكمة العصر. وفيما لو أصدرت المحكمة قرارها في الموعد الجديد تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقد التي ستنظر في الطعون للمرة الأخيرة وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعن مجددا. قتل مسلحون في مدينة بنغازي شمال شرق ليبيا خبير متفجرات بعد إطلاق النار عليه بينما كان في طريقه إلى مكان عمله برفقة أحد زملائه. وتشهد مدينة بنغازي عمليات اغتيال متكررة منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وتصاعدت هذه العمليات منذ بدأ الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على معاقل تنظيم أنصار الشريعة المتشدد الذي صنفه البرلمان المنتخب بأنه إرهابي. في الرياضة بعد الفاصل، انطلاق الدوري اللبناني لكرة القدم بفوز العهد والسلام زغرتا. الرياضة مع صبحي قبلاوي، تفضل صبحي. شكرا لينا، مرحبا. نبلش الأخبار الرياضية من كرة القدم المحلية وانطلاق الدوري اللبناني للفوتبول لموسم 2014-2015. وبأولى المباريات نجح فريق العهد والسلام كل واحد منهم بتحقيق أول 3 نقاط له بالبطولة، وتخطى الأول فريق طرابلس 2-0 بالمباراة يلي احتضنها ملعب بلدية برج حمود، فيما نجح الثاني باستغلال عملي الأرض والجمهور وتغلب على شباب الساحل 1-0. والعهد هيدا المباراة كان عم يشارك الناشئ حسين الزين ويلي قدر يسجل هدف من أهداف المباراة الاثنين. وبتستكمل مباريات الدوري اللبناني بالمرحلة الأولى اليوم وبكرة. من شوي انطلقت مباراة الأنصار والرسينج على ملعب بلدية بيروت، وكمان رح يلعب الشباب الغازية بهالأوقات مع الأخاء الأهلي علي على ملعب كفار جوز. وبتختتم المرحلة الأولى من الدوري اللبناني للفوتبول بكرة الصفا الوصيف بيلعب مع النجم حامل اللقب على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا، والتضامن صور بيستقبل النبشيت على ملعب بلدية صور. محليا كمان زار رئيس نادي المتحد طرابلس السيد احمد الصفدي على راس وفد من اداريي وداعمي ولاعبي النادي الوزير بطرس حرب وزير الاتصالات بمكتبه بالوزاره لشكره على دعم نادي المتحد طرابلس من خلال تامين رعايه عبر شركه تاتش للاتصالات الخلويه للموسم 2014-2015. وقد ثمن السيد احمد صفدي هاللفته الايجابيه للوزير حرب يلي من جهته اكد انه بحب طرابلس واهله. وبننتقل للفوتبول الاوروبي والمرحله الخامسه من الدوري الاسباني لكره القدم، حيث راح تكون الانطلاقه الليله بمباراه صعبه لاتلتيكو مدريد وسهله نوعا ما لريال مدريد وبرشلونه. تقرير عن المرحله وتحضيرات الفرق من تابعه سوا. بالدوري الإسباني بتبدو الفرصة منيحة أمام برشلونة لتعويض سقوطه بفخ التعادل السلبي أمام مضيفه ملقا وقتها بيستضيف غرناطة اليوم. وبالمباراة كمان رح تكون منتظرة أتلتيكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني رح يكون عنده اللقاء ناري أمام إشبيليا. وبيعتمد أتلتيكو مدريد على عملي الأرض والجمهور لإيقاف الانطلاقة القوية لإشبيليا. وبمباراة أخرى ريال مدريد رح يكون عنده نفس مواصلة انتصاراته الكاسحة بالفترات الأخيرة وفك العقد اللي لزمته بالموسمين الاخيرين على ارض ملعب المارديغال بفياريال. وسجل النادي الملكي 18 هدف بمبارياته الثلاث الاخيره يلي التقى فيها امام بال السويسري 5-1 بالتشامبيونز ليج، ودوبورتيفو لا كورونيا 8-2 بالاسبوع الرابع، والشي 5-1 بالاسبوع الخامس من الدوري الاسباني. وبالمقابل ريال مدريد عنده الهجوم الافضل بقياده البرتغالي كريستيانو رونالدو يلي سجل 9 اهداف بالمباريات الثلاثه الاخيره بين هاتريك بمارس
بمرمى دوبورتيفو لا كورونيا وسوبر هاتريك بمرمى ألشي. ومرة جديدة بدنا نرجع لمباراة برشلونة يلي عنده فرصة مثل ما قلنا لتعويض التعادل، واعترف مدرب برشلونة لويس أنريكي بأنه فريقه خاض أصعب مباراة له هالموسم، وقال أنه هيك بيكون الليغا لها طعم غير والمنافسة بتكون أقوى، بيعتمد برشلونة بهالمباراة على مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي. أشارت صحيفة سبورت الكتالونية أنه تقرير أحد البرامج الرياضية كشف عن محاولات عديدة للمدير الفني البرتغالي لنادي تشيلسي جوزيه مورينيو لضم نادي لاعب نادي برشلونة الأرجنتيني ليو ميسي ليواجه هالاهتمام برفض مباشر من قبل الفريق الكتالوني والمهاجم الأرجنتيني، على الرغم من المبلغ الكبير يلي قدمه مالك نادي تشيلسي الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش. وكان العرض الأخير يلي حصل عليه الأرجنتيني هو 150 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية. وبنبقى مع الفوتبول، هاللعبة الشعبية الأولى بالعالم وطبعا الأكثر تأثيرا وهي لغة الشعوب. كل هالشي بيخلي رئاسة الاتحاد الدولي الفيفا أقوى حتى من رئاسة الأمم المتحدة، ولكن الغريب بالأمر أنه رئيس الاتحاد الحالي سويسري ساب بلاتر عم يترشح مرة جديدة لولاية خمسة عن عمر 78 سنة. تقرير عن رئيس الفيفا، متابعه سوا. يبدو أن حب السلطة والسيطرة مش بس بعالم السياسة العربية، فقد أعلن رئيس الاتحاد الدولي للفوتبول الفيفا سويسري ساب بلاتر رسميا أمام أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا أنه رح يكون مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة بأيار 2015. وكان بلاتر انتخب رئيس للفيفا بالعام 1998، لكنه واجه انتقادات عنيفة من بعض رؤساء الاتحادات الأوروبية تحديدا بالأشهر الأخيرة. وكان رئيس الاتحاد الأوروبي للفوتبول الفرنسي ميشيل بلاتيني أعلن رسميا ب 28 آب الماضي بأنه لن يترشح لرئاسة الفيفا، مفضلا التركيز على عمله بالاتحاد الأوروبي. بالمقابل كان الفرنسي الآخر جيروم شامباني أعلن ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية مطلع العام الحالي، لكنه اعترف ضمنا بأنه ما رح يستطيع التغلب على بلاتر علما بأنه كان أحد مستشاريه. ويبدو أنه سويسري البالغ من العمر 78 عام ما بيعرف معنى الكلل، إذ أنه متواجد بالفيفا من العام 1975، أي بعد عام واحد على انتخاب البرازيلي جوان هوفلانش رئيسا للفيفا، وأوكل له بوقت منصب المدير الفني بالعام 1977 قبل ما يعين أمينا عاما بالعام 1981 خلفا للألماني هالموت. ووصل بلاتر إلى رئاسة الفيفا بالعام 1998، ثم انتخب بالعام 2002 لولاية جديدة، وتكرر الأمر بالعام 2007 ومرة جديدة ورابعة بالعام 2011. ووصل بلاتر إلى رئاسة الفيفا بالعام 1998، ثم انتخب بالعام 2002 لولاية جديدة، وتكرر الأمر بالعام 2007 ومرة رابعة بالعام 2011. وكان بلاتر قال بشباط الماضي أنه صحته جيدة وهو عم يفكر بالترشح مرة جديدة لرئاسة الفيفا. وبيواجه السويسري الكثير من الانتقادات، خصوصا أنه اسمه ما كان بعيد عن الفضائح، لا سيما تلك اللي سلطت الضوء عليها بالعام 2012 من قبل مجلس أوروبا يلي رأى بأنه سويسري تستر خلف أحد الشركات التسويقية ليجني الأموال الطائلة. وما بدنا نحكي بس عن سلبيات الترشح، لكن بلاتر لعب دور قيادي بالمفاوضات لحقوق النقل التلفزيوني والعقود التسويقية والتسويق الحديث لكأس العالم إلى جانب البرازيلي جواو هافالانج. وأعطت سنوات الخبرة الطويلة يلي أمضاها بلاتر بمناصب قيادية بمختلف أنحاء الفيفا الخبرة والرؤية يلي بتعطي تعتبر من الشروط الرئيسية بالأعوام الأخيرة للسيطرة على التحديات اللي عم تواجه كرة القدم بالعصر الحديث. أخيرا نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع السوشيال ميديا يوتيوب مقطع فيديو بيظهر فيه قدرة اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي على تسديد الركلات الحرة ووضعها داخل المرمى. حلوة لماريو بالوتيلي. لهون نوصل لختام النشرة الرياضية لبعد الظهر، إن شاء الله نلتقي فيكم على نشرة 7:30. إلى اللقاء. في الختام هذا تذكير بالعناوين. جبهة النصرة تنشر شريطا تحذيريا جديدا، وأهالي العسكريين يواصلون قطع الطرقات قلقين على مصير أبنائهم. جئتكم حاملا هموم بلدي لبنان. سلام يدعو المجتمع الدولي إلى تحييد لبنان عن الصراعات، ومجموعة الدعم الدولية تحث اللبنانيين على انتخاب رئيس. التحالف يشن 240 غارة على مواقع داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة.
تابعتم في الرياضة ترشيح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم نفسه عن عمر يناهز 78 لولاية خامسة على رأس الفيفا. نهاية هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة، بقية أوقات طيبة وإلى اللقاء.